السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على لعاب، يعني لعاب نيجيري من أصول الأم تاعو جزائري. حنا غادي نتبعوا الأب، هو نيجيري أمه جزائرية. شان اكتشاف تاعو هذا تم اكتشاف تاعو من الصفحة تاع محسن، بارك الله فيه العامل اللي يخدم فيه. يعني يهدر عليه بلقى في واحد العامين ولا اللي يهدر عليه. اليوم راه في كريستال بالاس، اليوم وين الصحافة النيجيرية وين فجرت قضية اللعاب، وين رفض رفض قاطع باش يلعب مع نيجيريا ولا مع انجليز ولا مع فرنسا، وين يحوس باش يلعب مع الجزائر. بصح على حياة لي من تنادي. انا علاه حنا كي نقولوا، على بالك نقولوا بلي لعابه كيما هادو جيبوهم، يا مش نقولوا طرد جيبو، ايا جيبو جيبو، ايا طرد محرز، طرد بن ناصر، طرد، ايا هادو يلعبوا. يا ولدي لا جماعه، يا ولا لازم تزهموا، لازم تفركتوا الهضره، لازم تفركتوا الحروف في رسانكم. ما نتوما تعرفوا بصح غير تكذبوا، نتوما تعرفوا بصح تكذبوا. انا ما نجي نقولوا، انا نقول جيبوا لعاب فلاني، جيبوا يا ولدي ما غاديش يقعدوا محنطين هذو اللعابه. واحد ولا يقول لهم هذا شوبير يكره قديوره ويكره فلان، يا ودي ها راه قديوره، روح جيبو انت، هيا روح جيبو، هيا روح جيبو. انا نكره قديوره، انت تبغي قديوره، هيا روح هدر مع جماب بالماضي. انا عدو تاع جماب بالماضي، انتوما احباب جماب بالماضي، هيا هدروا مع جماب بالماضي. هاو قديوره، هاو مالك قديوره، هيا ديروها كيما هكا. يا ودي نقولوا بلي جيبوا اللعابه من اجل استمرار في القمه صاحبيها. يا مانيش نهضر لك، اليوم رانا نربحوها، اليوم رانا على بالي بلا ما يجي واحد اخر يكتب ولا بلا تسعة. ما تنساش بلي 29، على بالي 29، وعلى بالي غادي نوصلوا 31 مباراه. على بالي بلي كاينه، انا واحد من الناس، راني داير 6 نقط و 31 مباراه. الدوز غادي الدوز ندوزو فرنسا، صاي فرنسا غادي نحطموها في كلش. الدوز غادي تولي، غادي لويت اكزيكو مع فرنسا، لو دوز فرنسا تولي مورايا، نولي اكزيكو مع الارجنتين. انايا غادي نولي اكزيكو 30 30 30 30 مع الارجنتين. ماكم هاولكم خايفين، راكم خايفين وشادين رواحكم ولاعبين بلي. وعاد انا شفتو في اليوتيوب، طلق روحك، طلق روحك خويا، طلق روحك، حاجه في كرشك تلقاها تروح. ست نقط راه مضمنه صاحبي، صايك انتوما بيكتو لاهين في الاسيست ولاهين في المفتاحيه وتبليسو في اللعابه، يتهضروا عليهم يتبليسو. حنا كنا نقول لكم بلي هادو جايين في طائره عسكريه، صايك ناس قضات، كملت ناس كملت قضات. إلا انت اليوم سمعت الناس، هي سمعتها صايك، الناس قضات راحت صايك، كلش كلش حسابات، كلش سي بوا، كلش راه مقضي، كلش راه مقضي. هذه باش يكون على بالك يا صاحبي. وانفجرت الصحافة النيجيرية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت بأن اللعاب النيجيري من أصول الأم جزائري، يعني من جهه الام، رفض دعوه الاتحاد نيجيريا. لا عيطوا له، علاه نيجيريا عيطوا له، حنا ما نعيطولوش. علاه 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 نيجيريا عيطت له وحنا ما نعيطولوش؟ علاه كيف نيجيريا سيات عيطت له، احنا سيوف نعيطوا له؟ هذا اعلان، هذا اعلان. نهار اللي نعقل كثر خير والضاحي، انا ما كنتش نعرفه كثر خير والضاحي، وكثر محسن خير محسن. النهار لهذا مؤمن ضحك عليه، اي في عام ولا عامين ضحك عليه، قالوا المستوى تاعو ما يتساواش مع المستوى تاع المنتخب الوطني الجزائري. اليوم عيط له جماب بالماضي، روح قول له مو كوموندو، مو كوموندو، مو كابيتان، مو كابيتان، مو كابيتان، روح قولها له، قول له ما تعيطلوش، رانا هدرنا في هذا اللعب، انا شركنا فهمنا بلي هذا ما كان والو. الناس اللي كانوا يقول لك بلي لا ما تجيش جمال، خليها كيما حنا قلنا، ودي
هذه ماهيش عائله، خرجوا ناس وعندي دوبر ما نخرجوا ولا ودي لك كيما هكا. لا جمال خليها كيما هكا عائله يا ودي، راك راك معايا انا. انا نحوس على المنتخب الوطني، انا قلت لك بلي كي نوصلوا كي دينا كوب دافريك الا كنا نخدموا 10 لازم الا كنا نخدموا في النهار لازم لك جروب يخدم لك في الليل كي تبان كي تبان تولي باين. الا كنت تخدم 8 سوايع في النهار اللي قلك تدبر ناس يخدموك 8 سوايع في الليل. الفارحه هو داك عايز باغي هكا او لا باش تقعد في القمه لازم لازم لك لازم تقعد خدام، لازم لك تخدم لازم تروح بعيد. ها راهي السينيغال مي راح تجاب ذاك تاع بايرن ميونيخ وجاب تاع باريس سان تاع مارسي وقيل ولا باريس سان جيرمان. علاه ما علاه ما عندهمش لعابه ما عندهمش لعابه عندهم علاه يجيبوا نيجيريا؟ انا سمعت بلي هذا تاع كريستال بالاس بلي جزائري بلي باباه نيجيري، على اتصلوا به ورفض اتصلوا به رفض. حنا على ما نسيوش نرسلوا له يا ودي نرسلوا مات ماشي تكتبوا يا ودي نرسلوا له غير علام تاع الجزائر قولوا له مرحبا بك يجي، هذا ما خاصو كلمه برك. بنادم يرفض ويقارع الجزائر ما فهمناش يا ودي. عيطوا لهم يا ودي عيطوا لهم غير عرضوا هما يهضروا معاهم بركة هما والو. هذا إلى كثر خير الاخر زاد بينوا لنا هدر عليهم محسن زاد محمد الوضاحي بينوا للجزائر كاع الجزائر شافوا هذيك اللقطه مين هدر عليه هدر معاه. والصحافي نهار اللي قال الجامع بالماضي على إيلا قال له لا عندي زرقان، من بعد بالماضي عرف بلي زرقان فصح مكاش فصح مكاش ما يقوم ما خد جامع بالماضي يتبع في اللعاب المحلي. يا جامع بالماضي لك تبع في اللعاب المحلي اللي راه منا يروح لاوروبا راك يتشكل خاطر ما غاديش يعطيك ما غاديش غادي ديفوا راه مطلعك تصيبو عاطيك 10% يخلعك كيما نوفل خسيف 100 كلت عليه ولا صانع قناطر من جهته كيما تبغي تفوت ولا رومبوا دخل كاع رومبوا تاع 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 وهرن دخلت تاع وهرن دخل كاع تدي كاع الاحياء كاع الاحياء وين ما تبغي تروح روح. وين فجرت الصحافه النيجيريه مفاجاه من العيار ثقيل بعدما اكدت بان اللاعب النيجيري من اصول جزائريه من جهه الام رفض دعوه الاتحاد النيجيري من اجل تمثيله المنتخب النيجيري اولا بسبب عيطوا له المنتخب على نيجيريا ما عندهاش لعابه نيجيريا ما عندهاش لعابه ما عندهم هذاك اللاعب اللي ماركا هذاك الناف اللي يلعب تاع نابولي هذاك اللي ماركا لايستر سيتي هذاك نيجيري هذاك على بالك بها ما بالك علاش ما عندهاش لعابه نيجيريا ولا نيجيريا ولا كيف من عيطوا له باش يلعب في الفريق الاول ما غير عنده 19 عام. حنايا كيما يقول لك بن طالب 19 عام لعب كوب دي موند 19 عام لعب كونت الالمان ولعب كونت الروس ولعب كونت لا بلجيك ولعب نورمال. وين راهي الغبينه؟ الغبينه مين ديرها وما تصيبش موراك تصيب نوفل خساف فماك الغبينه. انا نقولها لك الغبينه فماك يا صاحبي الواحد الله يسهل. حيث اكدت ذات اخبار بان اللاعب مايكل لعب نادي كريستال بالاس الانجليزي وصاحب 19 سنه رفض رسميا الدعوه الاتحاديه النيجيريه بطالب من وكيل اعماله الذي يرغب في الالتحاق باللاعب بمحاربي الصحراء مستقبلا مع العلم بان اللاعب يمتلك امكانيه بدنيه وفنيه كبيره جعلته منه يتواجد محل اهتمام اكبر الانديه الانجليزيه التي كانت ترغب في الاستفادة من خدماته على غرار نادي أرسنال وكذلك نادي تشيلسي إلى أن اللاعب فضل انتقال إلى نادي كريستال بالاس من أجل الحصول على فرصة اللعب باستمرار. كما يجدر بالذكر بأن اللاعب مايكل بإمكانه كذلك اللعب لصالح المنتخب الفرنسي
وكذلك الإنجليزي، إلا أن فضل اللعب يعني والتواجد يعني مع المنتخب الوطني الجزائري، وجعل منه يختار بين يعني اللعب للجزائر، وقد حسم في قراره باللعب لمحاربي الصحراء في انتظار التفاتة أنظار الناخب الوطني جماب الماضي. وللتذكير فإن هذا اللعاب الشاب من مواليد يعني زاد في إنجليز من أصول جزائرية من جهة الأم، في حين أن الوالد اللعاب من أصول نيجيرية يلعب يعني هذا اللعاب في منصب وسط ميدان هجومي، وبإمكانه اللعب في منصب جناح أيمن، يتقن اللعب بالرجل اليسرى، طوله 1.84 متر، وانتقل خلال التحويلات الصيفية الحالية إلى نادي كريستال بالاس، وشارك معه في 3 مباريات بالبريمير ليج، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد حتى الآن. ان شاء الله خاطر لعاب يلعب وسط ميدان هجومي، ان شاء الله احنا الله ينجح، ان شاء الله يجي الفانيك. مرحبا به ليكيب ناسيونال، مرحبا به، نحوس على الراية الوطنية والله.